متابع بنكير في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم ونشره اخباريه جديده هنتابع فيها اخر التطورات في القطاع الاقتصادي وكل ما هو جديد في عالم الاسواق. والبدايه بالعناوين: 470 جنيه زياده في اسعار الذهب بمصر خلال شهر ابريل. البنك المركزي يطرح اذون خزانه بقيمه مليار دولار الثلاثاء المقبل. وزير ماليه قطر نسعى لتحفيز استثماراتنا في مصر استمرارا للروابط التاريخيه بين البلدين. وزير المالية: نجحنا في توفير السلع الغذائية طوال أزمة إطراب سلاسل الإمداد العالمية. انتهت العناوين وإلى التفاصيل. بانكير نبض البنوك. حققت أسعار الذهب في مصر أعلى زيادة شهرية في تاريخها بنسبة 21.4% خلال تعاملات شهر إبريل 2023 تحت وهم العرض والطلب، بينما ارتفعت الأوقية بنسبة 1% بالبورصة العالمية. وقال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة أيساغا لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 470 جنيه بالأسواق المحلية خلال تعاملات شهر إبريل الماضي. وأضاف إمبابي في بيان صدر في وقت سابق أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 240 جنيه وبنسبة 9.9% خلال تعاملات الأسبوع مساء أمس السبت، حيث فتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 2430 جنيه ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2670 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات وبنسبة 3.1%، حيث افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 1984 دولار ولمست مستوى 2000 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 1990 دولار. وأشار إلى أن أسواق الذهب شهدت اضطرابات خلال شهر إبريل وخاصة الأسبوع الأخير نتيجة التلاعبات الفجة في الأسعار تحت وهم العرض والطلب، مستغلين تزايد إقبال المواطنين على الشراء بغرض التحوط والحفاظ على قيمة الأموال في ظل مخاوف تراجع الجنيه أمام الدولار، ما دفع البعض لتسعير الذهب بأسعار تحوط الدولار تتجاوز سعر البنك المركزي والأسواق الموازية. يطرح البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام لسد عجز الموازنة. وتعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية يصدرها البنك المركزي وتتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، حيث تتميز أذون الخزانة مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأي خسائر. وتعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث خلال 2023 يوم 18 مايو المقبل لبحث مصير سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة على الإيداع والإقراض للبنوك العاملة في مصر في القطاع المصرفي المصري، وسط صعود معدلات التضخم إلى 39.5% خلال مارس. وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها السابق يوم 30 مارس 2023 رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% عند 18.25% و 19.25% و 18.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%. أكد علي بن أحمد وزير مالية قطر أن بلاده تعد مستثمرا رئيسيا بمصر في جميع القطاعات، لافتا إلى أننا نسعى لتحفيز الاستثمارات القطرية في مصر استمرارا للروابط التاريخية بين البلدين. ووجه الكباري الدعوة للدكتور محمد معيد وزير المالية لحضور منتدى قطر الاقتصادية في الدوحة والذي يعقد خلال الفترة بين 23 إلى 25 مايو المقبل. جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الذي عقده وزير المالية المصري مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بمدينة الرباط بالمملكة المغربية. استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال رئاسته الاجتماعي مجلس وزراء المالية العرب بالمغرب
التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي ضمن خطة التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية التي تزايدت تعقيداً باندلاع الحرب بأوروبا في أعقاب جائحة كورونا على نحو أدى إلى حدة إضراب سلاسل الإمداد العالمية نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية كالحبوب وزيوت الطعام والأسمدة والأعلاف اللازمة للإنتاج بالإضافة إلى العديد من السلع الغذائية الأخرى ومستلزمات إنتاجها. ولفت إلى أن هذه التأثيرات الخارجية كانت أكثر حدة في بلادنا، فمصر مثل معظم الدول العربية تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية وفقا لبيان وزارة المالية اليوم. وقال الوزير إننا عملنا على عدة محاور في مسارات متوازية مستهدفين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية، وقد نجحنا في توفير السلع الغذائية طوال أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ولم يشعر المواطنون بنقص حاد في أي سلعة، حيث حرصنا على تدبير الموارد اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي سلعي مستدام، ونعمل حاليا على تحويل مصر إلى نقطة محورية لتجارة الحبوب إقليميا ودوليا. وأشار الوزير إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة في عملية الاستيراد والتصدير السلعية للحد من ارتفاع الأسعار المحلية بمنع تصدير بعض السلع لتغطية الطلب المحلي والسماح باستيراد سلع أخرى لضمان وفرتها في الأسواق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار بمضاعفة الكميات المعروضة. وبكذا تكون خلصت نشرتنا، كانت معاكم هبة محمد. بانكير نبض البنوك.